بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى على هدي السلف، طريقة السلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تعجيل العقوبة في الدنيا من رحمة الله تعالى بعبده. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. في تعجيل العقوبة في الدنيا من رحمة الله بعبده، وذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر ومنع الناس من كلامهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتغيرت عليهم الأماكن والجماعات كلهم. كل هذا عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك. والعقوبة من رحمة الله بعبده لأن حالهم ومآلهم أحسن بكثير من حال من لم يعاتب ولم يعاقب كالمنافقين. فالمنافقون ما عوتبوا ولا خوطبوا بشيء يضيق صدورهم، وإنما بقوا على ما كانوا عليه، استمرت حالهم على ما كانوا عليه حتى لقوا الله جل وعلا بنفاقهم. وأما المؤمن فالله جل وعلا قد يعجل له العقوبة ليتوب وليرجع إلى الله وليندم على ما فرط منه، ولهذا عجل الله جل وعلا العقوبة في الحد ليندم المجرم والفاسق والفاجر، ليندم على ما فرط منه ولعله يتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. فتعجيل العقوبة من رحمة الله جل وعلا بعبده. ما يقال هذا لما عجلت له العقوبة؟ عجلت له العقوبة لأن الله يحبه، ولأن الله يريد أن يصلحه وليتوجه إلى ربه جل وعلا بالخير. نعم. فصل. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة،
العاصي والفاجر يختلف. المعصية قد تكون خطأ من العبد أخطأ في هذه المرة والله جل وعلا يريد له الخير فيؤدبه ويعاتبه، وأحيانا يكون خطأ المخطئ كثير ولا يصلح أن يعدب في الدنيا، وإنما يجعل أدبه في الدار الآخرة. فإذا أخطأ خطأ مثلا أحدث الله له نعمة، لما ليستمر على خطأه؟ يقول لولا أني في هذه الخطيئة محسن ما جاءني كذا وما حصل لي كذا، فهو يتوهم أنه محسن في عمل هذا فيستمر عليه ويزيد الله جل وعلا له في النعمة والترف والحق ويعطيه من الدنيا الشيء الكثير وهو فاسق ومجرم. إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد على معاصيه فاعلم أن هذا استدراج له ليستمر على هذه المعصية والعياذ بالله فلا يتوب منها. أما الذي يحبه الله جل وعلا فهو إذا أخطأ خطأ، إما أن يبتليه الله جل وعلا بالمرض أو يبتليه بجور السلطان وظلمه أو يبتليه بتسلط الناس عليه أو نحو ذلك من الأمور التي تجعله يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول بعض السلف رحمه الله إني لأخطئ الخطيئة فأرى أثر هذا في وجه زوجتي وغلامي ودابتي، حتى الدابة التي ما تعقل ولا تفهم تتسلط عليه، سلطها الله جل وعلا، لأن قلوب العالم كلها بيد الله العاقل وغير العاقل. أصل الدوبة الدولة تسلط على هذا الرجل ويتبين أمره أنه مخطئ، الدابة تتسلط على هذا الرجل ويتبين أنه مخطئ، الزوجة ما تعاتبه على خطأ هذا وإنما تتغير له، وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت كذا وأنت كذا وأنا طلبت منك كذا، وتسلط عليه وهي لا تدري ما الذي حصل، لكن تسليطها هذا عليه بأمر الله جل وعلا حتى لعله يتأدب. فالعاقل منا إذا رأى الشيء تنكر عليه يرجع إلى نفسه يقول أنا أخطأت بماذا، يتلمس خطأه. إذا ما استيقظ لصلاة الفجر مثلا، ما استيقظ لصلاة الفجر يقول إيش السبب، أنا بالعادة استيقظ وأقوم قبل الصلاة وأصلي ما كتب الله لي في الليل، المرة هذه حرمت من قيام الليل وحرمت من صلاة الفجر، لما؟ لأني أخطأت، لأني ظلمت إنسان لا يستحق الظلم، لأني تكلمت بالغيبة، تكلمت بالنميمة، سببت مسلما، وهكذا. فالعاقل يرجع إلى نفسه، كلما أخطأ خطأ رجع لنفسه وتاب إلى الله جل وعلا من هذا العمل. وأما المسيء الإساءات كثيرة فهو كلما أساء أعطاه الله جل وعلا نعمة، ربح في تجارة، مال، زيادة في مرتبة، وهكذا. لما؟ ليستمر على خطأ هذا والعياذ بالله، وليهلك وليقدم على ربه بسيئات كثيرة والعياذ بالله. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. جزاء الله، لا استدراج والعياذ بالله، كلما أحدث ذنب
أحدث الله له نعمة، أعطاه جل وعلا من نعمة حتى يستمر في هذا الفعل السيء والعياذ بالله، وهذه عقوبة له. والأسلم في حقه إذا أحدث ذنبا أن يعاقب ويعاتب، ويسلط الله عليه أحدا يعاتبه أو يعاقبه، أو ولي أو سلطان أو شرطة أو نحو ذلك تعاتبه وتخاصمه. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد يوم القيامة بذنوبه. هذا حديث صريح واضح. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ما يقال هذا لما مثلا أمر مرض، لما هذا تعب، لما هذا خسر في هذه التجارة، لماذا تسلط عليه الناس؟ ألي أن الله يبغضه؟ لا، بل العكس، إن الله يحبه حتى يرجع إلى ربه ويتوب إليه، وتكون هذه العقوبة له زيادة في حسناته. فلا يقال لما الله جل وعلا يعاقب فلان مع أنه متقي ويحسن إلى فلان وهو فاسق. يقول الله أعلم جل وعلا: الله يبتلي العبد المؤمن حتى يتوب إلى الله جل وعلا، وينعم ويعطي العبد الفاسق العطاء الجزيل على فسقه حتى يستمر على معاصيه ويقدم على ربه بمعاصيه وقد توفرت واستحق عليها العقاب. فالواجب على العبد إذا أذنب وأساء وأتاه العقوبة من الله جل وعلا يفرح بهذا ويقول: الحمد لله الذي عاقبني في الدنيا ولم يؤخر عقوبتي في الدار الآخرة. وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، لمن فعل ما يستوجب العتب العتب لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. فالله جل وعلا أحكم وأعدل وأعرف بما يصلح العباد. هذا العبد أذنب ذنب، فيعطيه الله جل وعلا من العقوبة والعتاب الشيء الذي يطيقه ويتحمله، لا يعطيه شيئا لا يتحمله ولا يطيقه. لأن بالنسبة لمالك رضي الله عنه ورحمه، لو أن الله جل وعلا لما أراد ملك غسان أن يدعوه إليه، لو أراد الله جل وعلا به شرا لذهب إلى ذلك، لكن الله جل وعلا أراد به خير فلم يذهب إلى غسان، وراح وذهب وأحرق الخطاب بالتنور من أول وهرة، خشية أن تسوس له نفسه بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد شهر. أقول: أروح الملك غسان أشوف وش عنده، أروح أخذ كرامته، لا قطع الخطاب وأتلفه. ما يعرف ملك غسان، ما يعطيه. فالإنسان يحسن به أن يبادر في إتلاف الشيء الذي يخاف منه الفتنة، إن كان مال أو غيره أو صديق يتركه. وهكذا الإنسان يجتنب الشيء الذي يخاف منه العقوبة
ويسد الطريق بينه وبينه. ما خلى الكتاب مغعه وحفظه على أحسن يحتاجه، يقول لا، يقول أنا ما أحتاج هذا، هذا يضلني، هذا يصرفني عن طاعة الله، هذا يجعلني أرغب إلى الكفار وأترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بصير رضي الله عنه، عنده بصيرة بالدين ومعرفة، قال ما يليق بي أن أحفظ هذا الكتاب أبد، ولا بقي عندي ولا ساعة، خشية أن تسوس لي نفسي وتقول لي اذهب إلى ملك غسان وشوف ايش عنده، اذهب إليه يعطيك ويكرمك، ثم يترتب على هذا أن يكفر بالله، لأن ملك غسان لن يكرمه إلا إذا كفر بالله وصار جاسوس لملك غسان عن أحوال المسلمين. ملك غسان ما يعطيه ولا درهم ولا ريال ولا ربية ولا شيء من هذا حتى يأخذ منها مقابل في دينه، يأخذ منها مقابل في دينه، يأخذ منه الجاسوسية، يجس له على المسلمين ويعطي يعلمه أحوال المسلمين ويكفر بالله والعياذ بالله، ثم يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهكذا العالم إذا رأى من تلميذه انصراف عن الطاعة يهجره ويقول اتق الله، ارجع إلى ربك، تب إلى الله مما فعلت. وهكذا أو الأمير إذا شاف الرجل منصرف عن الطاعة أو عن العمل الصالح يعظه ويقول ارجع إلى ربك واترك ما أنت عليه، وهكذا، ويهجره إذا كان الهجر ينفع فيه. فالهجر أحيانا ينفع وأحيانا يضر، فإذا كان الرجل عنده إيمان وثقة بالله فالهجر لن يضيره، وإذا كان الرجل ضعيف الإيمان فقد إذا هجرته ذهب وترك الطاعة بالكلية، ما فيهم فائدة ولا راح وخلاهم. يقول بعض الإخوة جاري يتعاطى بعض المعاصي، هل أنفع أن أهجره أم أنصحه؟ قل يا أخي جارك بحسب حاله، إذا كان عنده إيمان بالله تبارك وتعالى فأنت لو هجرته ما يخالف، ما يضرك ولا يضره، وإذا كان إيمانه ضعيف إذا هجرته ذهب وتركك وترك مجالستك ولم يسلم عليك وتركك، فأنت سائل هذا وجالسه وأدبه بالعتاب اللطيف أعطوا على قدره. وقوله حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، هذا التنكر يجده الخائف والحزين، تنكرته الأرض، الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا. الله سلم لما تقدم، والله إذا عصيت الله لا أعرف ذلك في سير دابتي، الدابة تتنكر عليه، لأن قلوب الأوام وقلوب أصحاب القلوب عند الله جل وعلا، فهو يجعل هذه الدابة عوجاء مع سيدها مع مالكها. وهكذا يجعل هذا الولد يتنكر لأبوه، لا ركز أنت كذا 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 كذا، يعدل منهج أبيه، وأبوه مستقيم يعني، لكنه أحيانا يزيد في الاختلاف. التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به، وهكذا القلب إذا استحكم مرضه
واشتد ألمه بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر ولم يحس بها، وهذه علامة الشقاوة، وأنه قد أيس من عافية هذا المرض وأعيى الأطباء شفاءه. والخوف والهم مع الريبة، والأمن والسرور مع البراءة من الذنب. فما في الأرض أشجع من هكذا الإنسان ينبغي له أن يتفطن لنفسه وينظر في حاله، إذا ساءت حاله أو أخطأ أو شيئا ما، أن ينظر في نفسه ليصلح حاله أولا. فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب. وهذا القدر قد ينتفع به البريء شجع، البريء شجع علمه. وأما المريب الذي يقع في الذنب فإنه تجد خائف، حتى يخاف من ولده، يخاف من زوجه، يخاف من أي أحد. وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع، فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصر، ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة وذوقه نفس ما أخبر به الرسول، فيصير تصديقه ضروريا عنده، ويصير ما ناله من الشر بمعاصيه ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات. وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل، فخالفته وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به، فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له. وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تجد من تلك المخاوف شيئا، فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا، فإن علمه بتلك يكون مجملا. هذا والله أعلم، وأرجو الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالهدى، ويرزقنا البصيرة في الدين والاستقامة على طاعة الله والخوف من معصيته سبحانه وتعالى. يقول السائل: أفدنا يا شيخ في حكم الاتكاء على اليد اليسرى. اتك يا أخي على اليد الذي يناسبك الاتكاء عليها، لأنك أحيانا تتكي على اليمين فلا تنفع ويستفيد من ذلك بشيء، وإذا اتكيت على اليسار استفدت، وهكذا، فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله. يقول السائل: عملت عمرة ولبست المخيط قبل أن أتحلل، وأنا أعرف أنه لا يجوز، لكن لا أدري كيف حصل هذا السهو، أو ما أدري، وإلا وإن أحلق وأنا لابس المخيط فحصل مني الندم، فهل علي شيء؟ علما أني كنت أظن أن الأمر فيه مباح إن لبست وتحللت، وكان هذا مني توهما وغلطا، فهل يلزمني شيء؟ إذا كنت تدري أنك عاصم بهذا الفعل فالواجب عليك الفدية، فدية ذلك، وإن كنت لا تدري حال ذلك فليس عليك شيء. عصيت الله جل وعلا ظاهرا، قلت لا بد أن أتحلل قبل أن يحلق، لكن أنا بقى أتجبر وتعلى على الله وأترك ما أمرني الله به وأعمل ما أمرني به الشيطان، فهذا خطأ، ويجب عليك أن تتوب إلى الله، وإلا فكيف بك؟
تتعلى على الله جل وعلا، وأنت جئت من بلاد بعيدة تطلب رحمة الله وفضله، لكن الظاهر والله أعلم أن فعلك هذا سهو، فعليك أن تستغفر الله وليس عليك شيء إن شاء الله. يقول السائل: مضى علي 10 أيام في رمضان وأنا في غيبوبة، فهل يجب علي قضاء هذه الأيام؟ إذا كنت لا تدري عن نفسك بشيء فلا يجب عليك قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، ما يجب عليك شيء في هذا. أما إذا كنت تدري وأنت متساهل فيجب عليك قضاء ذلك. يقول السائل: ما حكم تربية اللقيط الذي رمي في المزبلة ولا يعرف له أهل، فهل يؤجر على تربيته بحيث يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ وهل يجوز لي أن أضيفه على أوراقي لأجل مستقبله الدراسي، لأنه إذا لم أضف لا يمكن له التسجيل في المدارس، علما أنه ليس ابني إذا مات؟ أفدنا. أما الفقرة الأولى من السؤال فأنت مأجور إذا قمت بتربيته، وكل من أحسن إلى هذا اليتيم يؤجر، سواء كان اليتيم يعرف أبواه ولا يعرفان، فمن أحسن إليه يؤجر. وأما ضمه إليك وفي أوراقك وطبيعتها وكأنه ولدك فهذا لا يجوز، ولو أنه لم يكن عندك مال لا يجوز لك ذلك، لأن المال يذهب ويأتي والميراث يكثر، ويكون بعدين هذا الولد محرم لزوجتك ومحرم لابن بناتك وأولادك، ما يجوز مثل هذا. حتى وإنما عليك أن تعلم أنه لقيط أو أنه ما يعرف له أب، وتسميه أنت باسم لا تنسبه إلى نفسك، تسميه باسم يعرف به، وتبين في الأوراق بأن هذا ليس ولدك وإنما أنت محسن في تربيته، ولا بأس عليك أن توصله بمال أو تأمر أولادك بالإحسان إليه ونحو ذلك من الأمور. يقول السائل: والدي توفي وهو لا يصلي وله دين من رمضان بسبب المرض، ولكن بعد شفائه توفي ولم يصم، فما أستطيع أن أعمل له، وهل يجوز أن أعتمر له؟ إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه كان متساهل بالصلاة، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فأنت استغفر له واقض دينه وأعمل الخير له، وارجو الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. يقول السائل: نحن في بلادنا نصلي الصلاة الجهرية، والإمام عندما ينتهي من الفاتحة يقرأ الصورة الأخرى مباشرة، فما على المأموم؟ هل يقرأها سرا أم تسقط عنه ويهتم بالاستماع؟ إذا كان الإمام لا يترك فرصة لمن السامع خلفه فأن يقرأ الفاتحة فعليه أن ينصت، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إن كان له سكتات أو في أثناء القراءة يسكت، فأنت تقرأ الفاتحة في السكتات، وأما غير الفاتحة فلا تقرأ، وإنما أصغي لقراءة الإمام. يقول السائل: أنا دائما أسهو وأخرج منها ويلبس علي فيها، وأنفث من جهة يساري وأتعوذ من الشيطان، ولكن أعود إلى الخروج حتى في بعض الصلوات يلبس علي حتى أرى صورا سيئة، مع أني كل مرة أتعوذ مرتين في الصلاة الواحدة، ما هي نصيحتكم لي؟
عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان يتسلط على ابن آدم إذا وجد معه منال ومهبة، إذا وجد معه فرصة يحاول أن يضله، فأنت أقرأ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنصت للإمام، وأنصت للقراءة، وأصغي لما تقرأ، وتتأمل ما تقرأ، ولا تستعجل، ولتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بجد وإخلاص، فالله يعيذك منه. هذا إذا كنت تصلي وحدك، وإذا كنت تصلي مع الإمام فانتبه لصلاة الإمام، أصغي لها ولا تقرأ ولا تنصرف عن الإمام بشيء. يقول السائل: هل يكون صرف العملة من نفس العملة داخل المسجد من البيع؟ لا يا أخي، إذا كانت نفس العملة معك 500 ريال من فئة 500 وتريد تعطي هذا الفقير منها 100 ريال أو أكثر أو أقل، فأنت تصرفها وترد ويرد عليك الباقي، وتأخذ حقك وتعطيه حقه، ولا حرج عليك في هذا، لأن هذا لا يعتبر زيادة ولا نقص، لا نقص به ولا زيادة. يقول السائل: ما المراد بكيت وكيت؟ كيت وكيت يعني مثل هذا وهذا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: كلمات ربي في الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ هذا دليل على عظم كلام الله جل وعلا وكثرته، وأنه لا ينفد، فلو كان البحر كله مجعولا حبر يكتب به، وأنت تكتب بهذا البحر حتى ينفد البحر، ما نفدت كلمات الله جل وعلا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من باب التذكير هناك حديث في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على اليسار من الخلف، وقال هو اتكاء أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ولا ينظر في كلام أحد سواه، لكنه الغالب أنا قلت إنه إذا كان هناك حاجة وضرر فأنت اسلك الحاجة التي تستفيد منها. إذا كنت إذا اتكيت على اليمين ما تستفيد أو تسقط، فاتكاؤك على اليسار وقاية لك فلا بأس عليك بذلك. يقول السائل: ما معنى الترتيب والموالاة في الوضوء؟ الترتيب بأن لا تغسل اليدين إلى المرفقين قبل الوجه، ولا تغسل الرجلين قبل اليدين، وهكذا، يعني ترتب وضوءك ترتيبا. والموالاة أن لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الوضوء الذي قبله. فمثلا إذا غسلت يديك بعد وجهك فلا بأس، وإذا غسلت وجهك وتركت يديك ساعة أو قمت تتحدث أو نحو ذلك، هذا لم يحصل موالاة، يعني تركت غسل اليدين مع أنه حان الوقت لغسلها لكن تركت ذلك، فهذا ما فيه موالاة. يقول السائل: هل يجوز غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى في الوضوء؟ يجوز غسل اليسار قبل اليمين، لكن هذا خلاف الأولى. أما غسل الوجه بعد غسل اليدين فهذا لا يجزي، بل يجب الترتيب، والترتيب أن لا تؤخر غسل عضو عن وقته عن محله،
لكن إذا كان الغسل لليسار قبل اليمين فهذا جائز، مع أنه خلاف الأولى، فالسنة البدء باليمين ثم اليسار. يقول السائل: أعاني من سلل الريح وكثرة خروج الغازات، فماذا أفعل؟ هذا إذا كان السلس أو خروج الشيء، البول مثلا أو الريح، نتيجة أكلة معينة أو مرض عارض اليوم ويتشفى بإذن الله غدا، فهذا إذا حصل منك الريح فعليك أن تخرج وتتوضأ. أما إذا كان ذلك باستمرار ويؤثر عليك هذا دائما، فلك أن تتوضأ بنية استباحة الصلاة وتستمر على صلاتك ووضوئك ما دام الريح تخرج منك بدون اختيارك. فالريح لا يخلو إن كانت بدون اختيارك وليس عليك قدرة بالتحكم بها، وتحصل منك دائما وأبدا، فعليك أن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وما حصل منك من ريح بعد دخول الوقت فلا يضيرك، ولا تتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها. أما إذا كان عندك شيء من التحكم وشيء أحيانا لا تتحكم، فعليك أن ترجع إلى نفسك وتتوضأ إذا حصل منك شيء من هذا. فالوضوء إذا كان وضوءك نتيجة ريح تخرج منك بدون تحكم منك فلا يضيرك ذلك، فتوضأ قبل بعد دخول الوقت واستمر على وضوئك ولو خرج منك ريح. أما إذا كان ريحك هذه تخرج أحيانا وتتحكم فيها أحيانا، فعليك بالتحكم بها ومنعها من الخروج. يقول السائل: هل إذا كنت أرتدي ثوبي ولمست ذكري هل يبطل الوضوء؟ لا، ما ينتقض وضوءك إذا مسست ذكرك من وراء الحائل، من وراء الثوب أو الرداء أو الشرشف أو نحو ذلك، ما يؤثر عليك. يقول السائل: لدي أرض اشتريتها قبل 3 سنوات، هل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة كيف أزكي ل3 سنوات؟ هذا لا يخلو، إن كنت اشتريت هذه الأرض لتعمرها سكنا لك أو تتركها لأولادك ليعمروها فليس فيها زكاة. وأما إذا كنت اشتريتها للتجارة، اشتريتها تبحث عن المكسب، تأمل أنك اشتريت هذه السنة 10,000 ولعل في السنة الجاية تجيب 15,000 ففيها الزكاة. وإذا كنت اشتريتها هكذا للتجارة فيجب أن تزكيها في كل تمام حول، كل ما حال عليه الحول تزكيها. إذا كانت هذه السنة تساوي 10 تخرج زكاة 10، إذا كانت السنة الجاية أكثر أو أقل فتخرج زكاة على قدر قيمة هذه البضاعة. يقول السائل: كيف أعالج الشكوك حول الاختلافات في الدين وخاصة في أهم الأركان وهي الصلاة؟ هذا لا يخلو، إن كان شك منك فانتبه على اليقين، وإن كان الخلاف بين العلماء في الأمر هذا فأنت خذ بالدليل واترك ما سواه. يقول السائل: السنن الرواتب القبلية والبعدية إذا فاتت هل أقضيها؟ وهل من السنة أن تقضى حتى ولو في أوقات النهي؟ السنة القبلية إذا فاتت
وكان من عادتك المحافظة عليها فعليك أن تقضيها بعد الصلاة، ما يخالف ولو بعد الصلاة. أما السنة البعدية فيجوز أن تصليها في كل الوقت، ما يعتبر قضاء لها إذا تركت راتبة الظهر التي بعد الصلاة، فلك أن تصليها حتى يدخل وقت العصر. وهكذا هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.